الآن ولله الحمد أتممت الطواف ركعتين. وهذا دعاء خاص للمرحومة انتصار العيسوي رحمه الله وأسكنها فسيح جناته. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم مدخلها ووسع مدخلها. يا من تجيب المستجير ومنجي الغريق والمكروب ومنقذ البائس من الضيق والهموم، نسألك إجارتها ونجدتها في قبرها ورحمتها وتسلية أهلها وسلوانهم. يا الله أنت المحيي وأنت كذلك المميت. اللهم إنا لا نعترض على قضائك ونحسبك أنها آمنت وعملت صالحة، فاغفر لها وارحمها إنك غفور رحيم. اللهم إنا لا نعترض على قضائك ونسألك أن تجعلها نور وضياء على ميتتنا. اللهم أريها منزلها في جنتك وأكرمها بحسن الصحبة والعمل الصالح الذي اغتضيته منها في حياتها وسرها وعلنها. اللهم اغفر لميتتنا وارفع درجتها في المهديين، واغفر لنا ولها يا رب العالمين، وافسح لها في قبرها ونور لها فيه. اللهم ارحمها، اللهم ارحمها رحمة تسع السماوات والأرض. اللهم اجعل قبرها في نور دائم لا ينقطع، واجعلها في جنتك آمنة مطمئنة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افسح لها في قبرها مد بصرها، وافرش قبرها من فراش الجنة. اللهم ارحمها.